في أسوان كمان بتسير عملية توريد القمح من المزارعين وسط حالة من التيسيرات والتسهيلات لتسليم كافة الكميات التوريد، واللي بتتميز بدرجة نقاون أو نقاوة عالية جدا وجودة مميزة. الموسم ده محافظة أسوان بتستهدف أن يصل إجمالي المستهدف توريده من القمح 191 ألف طن بالصوامع والشون والهناجي. يا شاذلي، كمان في متابعة وتشديد من جانب الجهات التنفيذية بالتزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة للقمح، ان هم يحصلوا على مستحقاتهم بحد اقصى 48 ساعة من تاريخ التوريد، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد أرداب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد. الحمد لله تم الاستعداد جيدا لموسم قمح 2023. تم عقد اجتماعات بإدارة الشركة بناء على قرار معالي الرئيس التنفيذي للشركة للوقوف ودراسة السلبيات العام الماضي والوقوف على الإيجابيات. الحمد لله تم التنسيق مع مديرية تومين أسوان ومديرية الزراعة والمطاحن بعدة اجتماعات لأيضا لدراسة السلبيات والإيجابيات. الحمد لله القطاع أسوان مستعد استعداد كامل لاستقبال السادة العملاء. المواقع التخزينية اللي هنا موجودة في قطاع أسوان، صوامع أسوان 3 خلايا ب 6000 طن، شونة كوبومبو 5000 طن، صوامع إدفو 30000 طن، بنكرز إدفو 35000 طن، صوامع الرجحي 30000 طن. ان شاء الله يكون موسم قمح ناجح باذن الله. بنوزن عندنا هنا العربيه بيتم اتخاذ وزنها قائم، وبعد ما بتوزن عندنا بيتم تدوينها في الدفاتر زي ما انتم شايفين. بعد كده بتخش على اللجنه بيتم اختبار القمح وبيتاخد العينه بتاعتها وبيتم تقريطها عند الساده رؤساء لجنه التومين، وبعد كده تخش على الهوفر، وبعد ما بتخلص الهوفر بتطلع ثاني عندنا هنا بترجع توزن فارغ، بيتم طرح الكمية وبياخد الناتج عنها حسب الكمية اللي بتخش عندينا، وبيتم تدوينها في الدفاتر وبيطبق عليها رئيس التومين ورئيس سلامة الغذاء العضو سلامة الغذاء اللي عندينا. احنا عندنا هنا المعمل بيبقى زي حكم او فيصل بين اعضاء اللجنه الخارجيه. اللجنه الخارجيه دي حضرتك بتكون مكونه من عضو من مديريه التموين، عضو من الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، عضو من وزاره الزراعه او مديريه الزراعه، بيكون كمان في عضو من الجمعيه القبانيه اللي هو مسؤول عن الموازين، وبيكون في مندوب الشركه اللي هو بيستلم الغله اللي هو امين العهده. بنستلم موسم القمح من المزارعين، الجودة عالية بالصراحة على السنة اللي فاتت وعن كل حاجة، وشركة القمح في توشكا، وإن شاء الله تبقى مصر بخير وفي أمان وكل حاجة إن شاء الله. بناخد تقاوي من أنظف الجودة، بيوفر لنا كموينة بجميع كل حتة، بنودي المطحن نلاقي ناس كويسة بتحترمنا في المطحن وبيستقبلونا استقبال حلو، وبنقبض بعد 24 ساعة وما عندناش اي مشاكل، بيحاسبونا على اعلى جوده في بالنسبه للسعر، احسن من التاجر بره، احسن من اي حاجه يعني. راحه بعد كده ما فيش.